السلام على النبي صلاة تنور والقلوب بها تحيا صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة تنور والقلوب بها تحيا شراع قريب يجمع الله شملنا على عرفات ذاك عيد هو المنى وأنشد إعلانا على خير من منى يسود الله من كلم الله بالثنى وقام بساق العرش يستمع الوحيا أما الحزب الراتب فهو مظهر من مظاهر القراءة الجماعية وهو ثابت يوميا يقرأ في المساجد بحضور الشيخ وغالبا ما يكون قبل أو بعد صلاة الفريضة. في القراءة الجماعية هذه ترسخ المحفوظ وكذلك تعلم كيفية القراءة الصحيحة. تستقبل زوايا القرآن بولاية أدرار عديد الطلبة من داخل الوطن وخارجه، فيها يحفظون القرآن ويتلقون علوما أخرى متصلة بالقرآن الكريم كالفقه واللغة، ويتولى تعليمها مشايخ مؤهلون يسهرون على تكوين الطلبة تكوينا جيدا للالتحاق بعدها بمنابر الوعظ والإرشاد وإعمار بيوت الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، يعني بعد ما يأتي الطالب لأول مرة، أول مرة يأتي المدرسة يفتح له سيدنا الشيخ، لابد يفتح له في أول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله بيسر ولا تعسر، ومن بعد يفتح له يسأله إذا كان مثلا راه سابق له التعليم مقبل يفتح له وين كان وين حب يسمع التعليم تاعه يولي عاود يفتح ليه، واذا كان مثلا ما سبقش ليه التعليم والا مثلا يعني بدا يسلك من اولها يفتح له من الفاتحه ويبدا في البقره والى غير ذلك. لما يفتح له سيدنا الشيخ يولي عاود يجي عندنا احنا المدرسه يعني القسم التعليم القراني، احنا اول نقول كل شيء يعني نملوا له اللوحه. بعد الانسان مثلا يعني بحيده يعني بنفسه يعني ربما يقرا القران وما يقراش قراءة صحيحة مهما يبلغ من المستوى العلمي تاعو، لأن هناك حروف في القرآن تكتب ولا تقرأ، وهناك حروف في القرآن تقرأ ولا تكتب، فلا بد من لذلك اشترط كل علم يؤخذ من يمكن أن يؤخذ من الكتب إلى القرآن فلا بد من المشافة. نبدأ بالحكم الأول وهو الإظهار. الإظهار لغة البيان، وحينما يروح لعند الشيخ كان مواد يدرسوها في الفقه، التوحيد، في اللغة، في البلاغة، في الصرف، في يعني الميراث، في يعني الفرائض، في يعني في الأصول، في الحديث، التفسير، كل هذه درسها الطالب، يعني هذا بعد ما يحفظ القرآن. هذه يعني منهجيه اللي ندرسوا بها احنا في المدرسه، خرج ما شاء الله من الطلب يعني منذ 77 الى الان.
يعني اعطت نتيجة من ناحية الحفظ، من ناحية الرسم، من ناحية تخرج ما شاء الله من طلبة. التحقت بهذه المدرسة، مدرسة يعني أنز جمير، فتلمذت على مشايخها الذين يعني علمونا حقيقة الأدب والأخلاق بكل معانيه.